العظيم ما عرفت شيء، يعني رح بدنا نصايف يوتيوب ولا كأنه جهرتني بنوم من أول الفيديو لآخر الفيديو. ماما طيب امشي ساوي شو لك الطبخة؟ حبي بيني وبينك حب كبير وما له حدود. لك امي لك امشي نروح نساوي معكرونة وجبنة. لك انا شو عملت لك؟ قلت لك من اول الفيديو لاخر الفيديو. شفتي شلون؟ وقتها عذبتني وجا عملت لي مصيبة بالفيديو تبعها. هاي حبايبي رجعت لكم فيديو جديد، وهالفيديو رح اعمل ردا على الفيديو اللي عملت لي اياه في اماني لعبت فيه اعصاب مقلب لإلها. طبعا اذا ما شفتوا هالفيديو حبايب قلبي رح نحط لكم الرابط الفيديو بالوصف تحت، تابعوه وتابعوا هذا الفيديو رح تعمل امي الرد للاخر كتير. خليكم معنا ان شاء الله يعجبكم، انه عن جد تعبتني سويت لي نهار عصبي. كم معي حبايبي. هلا حبايبي بدي ساوي اكلة معكرونة بالجبنة وباللبن، خليكم معي بخطوة بخطوة. هلا حبايبي جبنة وجبنة المعكرونة، اهم شيء المعكرونة، جبنة بقدونس اهم شيء، بس ما بعرف شو صاير لأني طول الوقت ما قالت لا شيء ولا شيء ولا حكيت معي. الله يعطيك العافية، اعرف شوفها. يا قلبي يا قلبي حبيبي حبيبي. لك يا عمر لك ليش هيك ناقت يا ماما؟ صار بيت ماما؟ ماما؟ طيب امشي ساوي لك الطبخة؟ حبي بيني وبينك حب كبير وما له حدود. لك امي؟ لك امشي نروح نساوي معكرونة وجبنة. انا سويتك على المطبخ يا حبيبي. صار انا اشتقت خبرتي اشتقت لليوم. الله ما بعرف سيدنا يا الله من نادر امي تعي ماما. لك ولا كانه ماما. صار معك ماما امشي لك يلا خلوها تحترق شوية أعصابها، اتركوها اتركوها تحترق شوية بتستاهل. ليش بتطلع عم تصيف فيني؟ وتلش ليش ليش بتعمل تصيف فيني هيك؟ طيب احنا ما بدنا نرجع لكم يا حبيبي. لك ماما ماما لك شو بكي؟ شو بكي؟ بس قولي لي شو بكي؟ طيب ليش بدك هيك عم تطلعي؟ اليوم انت جاهز نروح انا وياك، ما قلت لي عاجبك شغل بالليل. ايه كلير زلمه انه حجزت الباط عنده. ايه خلص ولا يهمك، كل يوم مسا بعد الافطار بنروح انا وياك. انا ساعة قاعدة بنروح مع بابا، اوكي؟ انا ساعة قاعدة بنت ما قلت لي عم تمشي مع ولا؟ شلونك اليوم؟ يا عرفت شو عم يصير فيها؟ انا بحب المعكرونه الصلصه بحسها ظريفه كثير. انا متعجبه مين اللي جاب لك اياها ماماني؟ خليكم معي الان. هلا ملح
وزيت عم بس تغلي بقى المي لحتى سقط شو المعكرونه. راح خلط البصل. انا بدخلت البصل. حيلي حالك بس بدك انت تحطي لي اياها قشطه مو ناعمه. انا بحمى ناعمه. لا كانت شو تقول لي؟ كانت تقول لي لانه انا شو تخريتي ناعم. بعدي لي هيك خرتي انت. ما يسامحك. سايكون طيب اليوم سايكون. انا شو انت ما بدك تعملي ساعدك انا؟ رايحي لحالك. شو يعني هالفيديو اليوتيوب؟ خلص ما سكري. رايحي لحالك. سكري هالفيديو. فيديو اليوتيوب. حبايبي خلطت البصل. شو صار معكم اليوم؟ ديفا وش صار معكم؟ طيب انا شي عملت لك شي؟ عملت لك شي؟ حتى انت ما عم تحكي علي ولا كلمة، ما عم تحكي معي ولا كلمة. نعمت البصلة هلا. هلا رح احط المعكرونة. تستوي. تستاهل. رح احط المعكرونة هلا حبايبي. هلا خليتها تستوي وتغلي ونطبخها حبايبي. وانا خرطت وانا شو بتساوي؟ كمان البقدونس حبايبي. هلا حبايبي كمان بدي احط لها مي انه مالحه كثير. امي والله العظيم ما عاد عرفت شيء. اني نحن بدنا نسوي فيديو يوتيوب ولا كانه جهرتني بنوم من اول الفيديو لاخر الفيديو. حبايبي خلصت تخريط البقدونس وخرطت البصلين. صفى لي بقى تستوي المعكرونه ومطبقه. شبكي بدي افهم شو انا شو انا عملت لك؟ والله العظيم بتبحالي. اه شو عملت لك انا؟ شو عملت لك؟ قلت لك من اول الفيديو لاخر الفيديو. شفتي شلون؟ وقتها عذبتني وجي عملت لي مصيبه بالفرن تبعها ورعبت لي باعصابي. رديت لها يا هل المقلب. انا مقلب ماما عم رد لك اياها بالاعصاب انت حبيبتي. انا ادور مقلب تبعي بس يديني. حبايبي لا تنسوا بتفجرونا يا لايكات واشتراكات. حبايبي اذا عجبكم الفيديو واستنونا فيديو ثاني. والله لا اعمل يا مقلب والله بدي اعمل مقلب. فجرونا يا لايكات حبايبي. ويوصل هذا الفيديو لألف لايك ومشاهدات 4000 مشاهدة بدي اعمل مقلب بامي. خلصت المعكرونة ورح نطبخها ورح انزل لكم اياها فيديو صغير.